جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول المقيمة أم محمد مصرية، تقول إنها سيدة ملتزمة والحمد لله منذ الصغر بأمور دينها، ولكن يخفى عليها بطبيعة الحال بعض الأمور. فمثلا وضعت طفلة أول يوم من رمضان، وعلى هذا أفطرت الشهر كله وأخرجت بعده نقود، وعلمت أنها لا تجزي، فبدأت أصوم من هذا العام وأخرجت إطعام عن هذا العام طعام إلى جامع، ولكن لا أدري عدد الذين أطعمه، أكان ما أخرج كقيمة هو إفطار 30 يوما، هل هذا يجزي وماذا أفعل؟ وهل لا بد من إطعام 30 مسكينة؟ وماذا علي في السنوات الثلاثة السابقة؟ جزاكم الله خيرا. هو كما ذكرت السائلة أنه يجب عليها القضاء، قضاء ما أفطرته، وهي تذكر أنها أفطرت كل رمضان بسبب النفاس، عليها قضى ما أفطرت. قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. إذا كانت أخرت القضاء من غير عذر حتى أتى عليها رمضان آخر، فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع، أي كيلو نصف تقريبا عن كل يوم. فإذا كانت أخرجت هذا المقدار فالحمد لله كفى، وإن كانت أخرجت بعضه فإنها تكمل عن بقية الأيام. نعم.